السلام عليكم. موضوع هذا الفيديو هو واحد اللعبة رياضية معروفة باسم لعبة الخمستاشر قطعة. عندنا خمستاشر قطعة مرقمة من واحد لخمستاش وموضوعها في واحد المربع، بحيث أن عندي مكان فارغ وكنقوم بإزاحة هذه القطع، يا إما أفقيا ولا عموديا، والهدف هو ترتيب هذه القطع من واحد لخمستاش على هذه الطريقة هذه. سام لويد الباحث الأمريكي كان مشهور بوضع ألغاز الشطرنج والألغاز الرياضية، قام بتنظيم واحد المسابقة الجائزة ديالها $1000 للي يمكن ليه يلقى الحل ديال هذه المسألة، بحيث أن الحالة البدئية الأرقام مرتبين إلا 15 و 14 مقلوبين، والحالة النهائية هو ترتيب هذه الأرقام بهذه الطريقة. الناس حاولوا وحتى واحد ما لقى الحل، لسبب بسيط جدا هو ان المسألة ما عندهاش الحل ويمكن اثبات ذلك رياضيا. الراجح ان سام لويد كان على دراية بهذه المسألة وبذلك احتفظ بالـ1000 دولار. اذا في هذا الفيديو غادي نبينو رياضيا على ان هذه المسألة ما يمكنش نحلوها، وغنستعنوا بواحد المبدأ مشهور في الرياضيات باسم مبدأ اللامتغير. اذا اول حاجه غادي نعرفوا واحد القيمه نسميوها n1، وكنحدوها بهذه الطريقه. كناخذوا الارقام مثلا هنا في الحاله النهائيه، ها هما مرقمين من 1 ل 15، وكنبدا من اليسار لليمين، وكل رقم كنشوف عدد الاعداد اللي موراه اللي صغر منه، وفي الاخر كنجمع هذاك العدد. نشوفوا بالنسبه لهذه الوضعيه هذه، كنلقاو جميع الاعداد صفر. علاش؟ لان حتى عدد هنا، مثلا ناخذ المثال ديال 4، جميع الاعداد اللي من بعد 4 حتى واحد فيها ما صغر منها. اذا وكنجمعوا هذه الاصفار هذو كنلقاو ان n1 كتساوي صفر. ناخذ واحد المثال واحد اخر، مثلا كتكون عندي هذه الوضعيه هذه، وضعيه غير محلوله. نفس الطريقة مثلا غناخدو العدد 11، كنشوفو شحال من عدد من وراه اللي صغر منه. مثلا كنلقاو الواحد، كنلقاو الواحد، 8، 5، 15 ما نحسبوهاش لأنها كبر من 11، 6، 4، 3، 13 و 12 ما نحسبوهاش، 2، 10، 14 ما نحسبوهاش، 7، 9. إذا إلا حسبنا هاد الأعداد كلها كنلقاوها بالنسبة ل11 كنلقاوها هي 10، بالنسبة لواحد كنلقاو صفر، وهكذا. وملي كنجمع هادوك الأعداد كلهم كنلقى أن n1 كتساوي 48. إذا هذه هي كيفاش نحسبو n1 ولا عدد التبديلات بالنسبة لأي وضعية. الآن غنشوفو كيفاش غتبدل ليا هاد القيمة ديال n1 ملي كندير مثلا حركة أفقية. مثلا يا اما هنا عندي جوج الحالات، يا اما 3 نجيبها لليسار ولا اما 6 نجيبها لليمين. وكنلاحظ ان الترتيب ديال الاعداد بقى هو هو، اذا n1 ما غاداش تغير، لان الترتيب كان هو 11 1 8 5 15 6 3. كيف ما قمت بالازاحه الافقيه غيبقى الترتيب هو هو. اذا n1 ما كتغيرش ملي كنكون درت حركة أفقية. الآن غنشوفو حركة عمودية، يعني في نفس المثال يا إما 8 نجيبها لتحت ولا 2 نطلعها لفوق. وهنا عندي 4 ديال الحالات، يا إما هذيك الـ n1 القيمة اللي كانت قبل ما ندير الحركة، يا إما ملي غندير الحركة يا إما غتزاد بثلاثة ولا تزاد بواحد أو تنقص بواحد ولا تنقص بثلاثة. هادو هما 4 ديال الحالات اللي ممكنة. الان غادي نعرف واحد القيمه ثانيه سميتها هي رمزو ليها n2. هذه فقط كتعطيني رقم السطر اللي موجود فيه المربع الفارغ. مثلا في هذا المثال هذا n2 كتساوي 2، لان هنا مثلا هذا السطر رقم 0، السطر رقم 1، 2، 3، هذا موجود في السطر رقم 2. اذا نفس الطريقه غنشوفوا n2 كيفاش غادي يتغير ملي غادي ندير
حركة أفقية كنلقى أنها ما كتغيرش. علاش؟ لأن إذا جبت 3 لهنا ولا 6 لهنا فالمربع الفارغ يا إما غيكون هنا يا إما غيكون هنا، ولكن الرقم ديال السطر ديالو كيبقى هو 2. في الحركة العمودية كنلاحظوا أن مثلا إذا طلعت 2 للفوق المربع الفارغ غيولي عندي هنا، يعني غتولي الرقم ديالو هي 1، ولا لا نزلت 8 لهنا فغيولي الرقم ديالو هي 3، يعني يا إما كيتزاد بواحد ولا كيتنقص بواحد بعد كل حركة أفقية. وهنا غادي نلخصو هادشي، ان واحد كما قلنا هي عدد التبديلات، ان اثنان هو رقم السطر ديال المربع الفارغ. لاحظنا في الحركات الأفقية عندي صفر صفر، يعني ما كانوش كيتغيروا. وفي الحركة الأفقية قلنا أن عدد التبديلات يا إما كيتزاد بثلاثة ولا يتزاد بواحد ولا يتنقص بواحد ولا يتنقص بثلاثة، ان اثنان زائد واحد ناقص واحد. الآن غادي نقوم بجمع هاد ان واحد زائد و ان اثنان ونسميوها ان. كنلاحظوا أن جميع هاد الحالات هذه إلا درت المجموع فإن عندي يا إما الان كتزاد بربعة ولا كتزاد بجوج ولا صفر، يعني ما كتزاد ما كتنقص، ولا تنقص باثنان ولا تنقص بربعة. هادو هما الحالات الممكنة. كتلاحظوا هنا مثلا إذا كانت هذه زائد ثلاثة وهذه زائد واحد وليتي ولات عندي زائد ربعة، زائد واحد ناقص واحد ولات عندي صفر، يعني جميع هاد الحالات كتعطيني هاد الحالة هادي. اش كيعني لينا هادي؟ فهاد الشي كيعني لنا أن الزوجية ديال هاد العدد n ما كتغيرش. يعني إلا كان عندي العدد n في الأول كان عندي زوجي كيبقى زوجي، كيف ما تحركت أفقي عمودي كيف ما كان عدد الحركات، وإذا كان فردي كيبقى فردي. إذا هذا هو النتيجة اللي غيدور عليها البرهان ديال أن هذه المسألة ما عندهاش الحل. الآن غنشوفوا المسألة اللي وضعها سام لويد. الحالة البدئية كانت عندي هي هذه الأرقام مرتبة إلا هاد 15 و 14. ان واحد عدد التبديلات كيساوي واحد. علاش؟ لان 15 هو العدد الوحيد اللي تابعو واحد العدد اللي صغر منه، جميع الاعداد الاخرى كلها الاعداد اللي تابعها كبر منها. اذا عندي ان واحد كتساوي واحد. ان اثنان قلنا هي رقم السطر ديال المربع الفارغ، المربع الفارغ هو هذا، رقم السطر ديالو هو صفر، اذا ان اثنان كتساوي صفر. ولا جمعنا ان واحد زائد ان اثنان تعطيني هي واحد، والواحد كنعرفوا انه عدد فرد. بالنسبة للحالة النهائية اللي خصنا نوصلوا لها، ان واحد كتساوي صفر. علاش؟ لان ما عندي حتى شي عدد اللي الاعداد اللي جاية من بعده صغر منه، يعني الاعداد كلها مرتبة. وان صفر حتى هي كتساوي صفر لان نفس السطر. و الى جمعت ان واحد وان اثنان كنلقى صفر، وصفر عدد زوجي. والمسألة كانت هي نمر من هذه الوضعية لهذه الوضعية، لا يمكن. علاش؟ لأن قلنا إذا كانت الزوجية ديال هذاك العدد n فرضية فإنها غتبقى فرضية، وإذا كانت زوجية غتبقى زوجية. وهنا باش نحلوا هذه المسألة هذه خصنا نمر من فرضي لزوجي، لا يمكن كيف ما درنا الحركات. وهنا كنجيو لنهاية الفيديو، وشكرا، نتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.